في جولة التمايز، نفتخر بكل فرسان كمال بن حمدان الأول على بركة الله، نريد زمن يا كمال أيضا الثاني، وتوكلنا على المولى عز وجل، والثالث. السرعة تزداد لكمال، الرابع مع قوة وثب لأعلى الثنائي الصعب، يذهب للخامس بسرعة، الزاوية أعطاها كيرف أكثر، سرعة أكثر، التحرك للقادم، السرعة مع دقة مع اتزان، يا سلام. 35-16% جزء من الثانية، كلين راوند، لكن زمنه لم يكن بمستوى زمن شفايزر السويسري. برافو عليك يا كمال يا بن حمدان. كمال ابن عبد الله بن حمدان من السعودية، زمنه هنا كان 35.16 وزمن شفايزر كان 34.20. تنافس كبير، سخونة ما بعدها سخونة، أداء ولا في الأحلام، نستمتع به في فروسية قفز الحواجز.